السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب شباب بشروني عنكم نكست ودريك من قناة دحمي تشانل. جديدكم بكومنتري جديد طبعا يا عيال، بلا مؤاخذة يعني اول كومنتري لي، ففي طلع صوت من مجموعة ما عرفت اشيله فسامحوني. طبعا جيم خرافي، كنت بجيب نيوك لكن ما حالفني الحظ، كان باقي لي او انتم تشوفوا في الجيم كيف موتي غبية. ويا اخي استغفر الله العظيم، والله اني مقهور الى الان، لكن عوافي اصلا كنت 12 نيوك فيه مو حلو ابدا. ايه هذا تصريف الطيبين. اوكي نو بروبلم، نبدا جديد طبعا. منوار مود ابلينك طبعا، كذا نبدا دائما في كل جيم اروح تكي هنا الشيء الاول، بس مو دائما الشيء الاول ثاني. طيب دائما رشبين قدامك اكيد. الحين استغفر الله العظيم انسدحت هنا، بس ما ادري كيف ما تخرم مني، خرمت له تك 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 او انه رجع ورا. ازبده قمت الحين شفت بشيل هذا، جا واحد قدامي خرجت انهشت ورا. اوكي الحين خلينا نسحب على الجيم شوي وبقول لكم كل موضوع. امس يوم قلت لكم كتبت لكم صف لاق الله، امس في المقطع قلت لكم اكتبوا لي تحديات، قل يا حجيب نيوك، لو اني جايب ذا الجيم نيوك ابشر بعزك انزله على طول، لكن ما حلفني الحظ. الظاهر اني بسوي سلسله طريق لنيوك، وهنا جبنا بديت خمسه. اوكي بسوي سلسله طريق لنيوك وان شاء الله نجيب فيها نيوك يعني مع واحد بارتي واحد او اثنين، ماني متعدي وش بارتي واحد او اثنين هندوش مع بارتي يعني اثنين او ثلاثه ماني متعديهم. و موضوع بصير انزل قصص يعني اجيب جيم خرافي مو بزي ذا يعني احسن من هذا او زيه، واقول قصه وحركات بركات او كم موضوع يعني زي الحين. الحين نرجع لاستراتيجيه الجيم، او ليه انا رحت كذا وليه انا رحت كذا وليه انا رحت كذا. اوكي الحين هذه اللقطه انا عجبتني، واحد جنبي فاهي وانا افهم منه، بعدين انتبهت من جنبي. طبعا العيال اللي يقولوا شفت الخاصيه في نيوك تاون هي الضربه المزلزله عندك او الحراق، احسن ثنتين بالنسبه لي، الحراق حقت كل شاين وهذا، اما الضربه المزلزله حقت فيدات. اذا انت تبغى تسوي تشالنج حق الفيد اللي في تشالنجات العب ضربة المزلزله. اوكي ايش كنا بقول، ايه الحين مت موتة غبية ماني خرمت له عيال. لا مو بينا مو بينا بعد شوي. يا اخي انا بقول الان ها الحين ظنيت الحين الا الحين فلة هي خلاص. ايه شوفوا خرمت طلقت عليه ما ادري شلون شالني هنا، البنج يفرق يا عيال. انا قلت خلنا دبلو رحت له فلقت من ابو جلمبو. طبعا عادي ما حد انقهر ما حد تدبل، طبعا اشيلك يا ابو جلمبو، ما حد تدبل ما حد انقهر ما حد عوافي عوافي عوافي. طبعا يا عيال اللي بمكان سنتري جان خرافي هنا مو بهنا، اللي هنا الان. طبعا اللي يقول لي ايش احسن سكور ستريك اذا ابغى اجيب كلز عالي، تبغى تجيب كلز عالي بس سكور مو هذا الزود، العب سنتري جان سيرفس، الله ما ادري هي القاضي ولا سيرفس الزبده، وريث. طبعا الريث يا عيال شيء لا يوصف، اذا ما جات لك خمسه بالجيم يا اخي اقل شيء خمسه. اما سيبرس مقهور منه من المقطع اللي فات يوم اكتب لي كذا يا قاضي، انا نزلته مرتين وما جاب لي فوق الخمس كلات، ايش ذا السيرفس والله انا قاهرني. الزبده هنا لقطه توجلنا اثنين، والحين بالهذا شلوط يا مدير الاول ولف على الثاني سوي يوتير الثالث والرابع والخامس، جبنا الريث يا مدير سكسريك الفله. طبعا جبت سكوري ثلاث مرات سكور ستريك ثلاث مرات الا الريث مرتين او مره والله اني ناسي. هذا الجيم قدامكم شوفوا واحكموا. طبعا الحين بمسك مكان شلون هذا المكان، هذا المكان يا عيال اللي يبي يجمع او يحاول يجيب نيوك يتكي هنا، والله رائع مو بشخر راحه يعني مكان خرافي. شوف انا هنا دمجت رحت انحشت، مو بنحشت يعني جلست ادور وين اللي دمجني، ما رجعت قلت خلني اشيل هذا يلا يسري لك ومدالية العشرة تنزل لك يا حبيبي مدالية العشرة. طبعا شلنا هذا كمان، الحين بنط لفوقي قلت صعب اذبحهم، بروح اذبحهم خويي حشرني، لفيت السير بس حشرني يا عيال، ترى السير بس ينكبكم ينكبكم ينكبكم، بس انه يجيب كلات يعني ما ادري، هو في ايجابيات وسلبيات كل شيء اكيد. الزبدة الحين بحط السنتري اساس انه يساعدني في المسك اللي وراي يحميني باللي وراي اذا كنت ماسكهم، قلت خلينا نغير مكان اساس اني مجمع نيوك، وصدق انا مجمع يا عيال صدق يعني. الحين بعد شوي بجيب ميداليه 15، الحين كم ذا 11 تقريبا 11 الحين او 13 الحين، لا 13 الحين ذابح، لا الحين 13 وجع ايش وضعك يا عبد الرحمن؟ طيب الحين نلف عليهم يا مدير، هنا اخوي قلب سبون واشكرك جدا.
طبعا هنا 14 15 لا 16 يا ليل الرحمن. جبنا بدلية النيوك يوني متحمس يا عيال. جبنا بدلية 15 وهنا دكيت شوي فبسرع الجيم اللقطة. طبعا هنا انتهى الراوند الاول، كانت النتيجة خرافية، نتيجة نعم جدا خرافية بالنسبة لي، 40-2 براوند. اوكي قلنا نو بروبلم نلعب معنا سكور ستريك حقنا اللي احنا جبناه قبل، يعني زبدة جيم خرافي يا عيال زبدة. هنا من بعد اذا تبي سندري يعني يحميك هبطه هنا على طول، اذا كنت راعي بيوت تكي هنا بالسندري. ما طلعت لك في نص الجيم والله يا اي خلينا نرجع الى الان، اذا ما في تجميع الان خلينا نرجع لسالفة العظيم الى سالفة القناة. متى بنزل تحديات ومقالب يعني فلوقات؟ لا فلوقات صعبة. تحديات ومقالب متى؟ إذا فضيت يا عيال والله إني ما أدري، اختبارات أنا في مدرسة معفنة كل شوي اختبار اختبار اختبار، لكن عوافي مستقبلي أهم من اللعبة دي معفنة. إيش دخل اللعبة الحين؟ عبد الرحمن بتفلت العالم. أوكي عيال نرجع لموضوع الجيم، الحين بعد شوي بموت موت الله لا يوريكم بالله. شوفوا عبد الرحمن تحمس، أو عبد الرحمن لعيب تحمس دينج 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 يلا يموت. شوف شوف يا أخي ما أدري شلون شالني هنا البنج عيال يلعب هذه ذبحتين ثنتين اللي كنت فيها مجمع. اخ اسلم نظام مستات نو بروبلم عادي نو بروبلم. عايزين نكمل استراتيجية للجيم. طيب يا عيال اللي يقول لي كيف تناقز وتأيم وهذا، ما العب سكف انا العب نظام ستيك اند موف او ذراع التحكم بالعربي وبس يعني على جيم هندوس الجيم كنت نجد فيه. واقول مرة ثانية يا عيال اعذروني على الصوت اللي طالب المجموعة، كنت اسولف مع اخوياي وقت التسجيل بعدين قلت خلي احط كومنتري احسن. والحين الساعة 7 قاعد اسجل فجر، الساعة 7 الفجر هندوس مرة ثانية، الساعة 7 الصبح اللي هو قاعد اسجل. طبعا هنا دكيت عشان دمجوني، طلعت ادبل شلت الاثنين، شوفوا مين ذبحني بعد ما شلت اثنين، شوفوا وتأملوا شوفوا مين، شوفوا ما نبقى انا فلقني ابو جنبو يا اخي ذا سلاح ابو جنبو ما ادري شو وضعه والله ما ادري شو وضعه من بعيد يشيلك. ترى اصلا عادي انا عندي العتله الحديديه اللي هي ايرون جيم على ما اظن، والقبضه الحديديه اللي هي البوكس وموش والمارشال الفرد الجديد. اي ذا بوصل التصوير ماني مقور يعني من دل... اي صحيح عبد الرحمن مو مقور، عبد الرحمن تسليك عبد الرحمن كل شيء. اوكي والله ما ادري ايش السالفه الله ياخذ ابليس. اي هنا بعلمكم طريقه لو استراتيجيه كيف تمسك ريسبون بالسيرفرس بالحالك. الحين شوفوا كيف امسكها. وعلى طاري ريسبونات اذا تبوني انزل شرح كيف حشر ابلينج وحشر دومينيشن قولوا، ما عندي اي مشكله بنزله اقرب وقت بحاول عليه بحاول عليه. اوكي عبد الرحمن تقليج الف انا تقليج. الزبده هنا ترى ما دام هي استراتيجيه طلق هناك وعلى يسارك بس وتضبط، اما هنا اربعه فما انتبهت لهم واجد، اربعه كل شويه يشيل دبل فكانت رخيصة السيرفس بعد هنا مو موفق انا بالسيرفس. بس تدرون السيرفس بالدومينيشن احسن ابلينك الحين ماشي. المهم يا زي ما قلت لكم جبت كلز عالي جيم خرافي، ما ادري شو كنت ببربر لان هاي خلص المقطع. جيم خرافي كلز عالي ويعني كيف حركات وحركات ابيكم تكتبوا لي تحدي اجيب رابس وحركات بال شوف تحدي جيب رابس او ريث، لا خلي ريث احسن. تكتب لي انت سلاح تحت وانا اجيب فيه ريث واللي يبيني ينزل جيم حشر ما عليكم ازهلوها ان شاء الله انا اجيب لي جيم حشر. طبعا اخبرني اياه ذا الجيم ان اخوينا ما كان يوصل، كان ودي نكمل ضدهم عشان اجيب المية على راسهم بس الله ما ارادها كلنا راضيين. هنا خربت السيرفس والحماس طلقت كذا ما ادري شلون. طبعا يا عيال انصحكم العبوا ستيك اند موف ستيك اند موف ستيك اند موف، هذا النظام خرافي ينط يصير ينط بالار 3. يقول لي ايمك يخرب او مو متعود عليها خش اذا مدير ضد الكمبيوتر جيم ابو 30 والعب صدقني تعود عليها سريع سريع. المهم الحين باقي الجيم يخلص شوي شالوني ما ادري الحين ادبل لا لسه باقي. الزبده زي ما قلت لكم الكل يا مدير 81 والموتات او الدث ما تتعدى العشر الحمد لله، هذا فضل من ربي ان جبت جيم زي هذا. والله انا يعني بالحالي مو مع بارتي بالحالي او بارتي واحد اللي هو معي، اما انا بالحالي كنت العب لو بارتي 6 شيء عادي 81 انه 8 بالحالي كلا شيء خرافي. طبعا هنا بنتهي الجيم خلاص 1-2 كان معكم نيكس فيدريك او دحمي تشالنج من قناه دحمي تشالنج. لا تنسوا اللايك والاشتراك في امان الله.